جد ترحاب بكم مستمعتنا مستمعينا في كل مكان. تحية طيبة لكم. كان بغي نحيي كذلك صديق ديالي السي إبراهيم اللي هو في الاستماع حاليا. كان نحييك السي إبراهيم, كان نقول لك صباح الخير. كان نحيي كذلك كل من أمينة, حفصة, ناصر, أميمة, أحلام, مهدي, لوكادي, عبد الواحد, قرقور, راشدة الجمالي, زهرة الجمالي, نجاة الباز, سليمة, معان, كل المستمعين الكرام ديالنا اللي كيتواصلوا معنا من خلال الانستغرام. تحية طيبة لكم وشكرا على حسن المتابعة. ما تنسوش باللي اليوم غنحبسوا البرنامج في 10:30, غيتم نقل المباشر لجلسة عمومية مخصصة لمناقشة العرض اللي تقدم به المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية برسم 2022-2023. غنمشيو مباشرة فقرة التغذية رفقة ضيفتنا أسماء زريول, دكتورة باحثة في مجال التغذية, معنا مباشرة من الرباط. صباح النور أسماء. صباح النور حلمة. صباح النور جميل. صباح الخير أسماء, بداية أسبوع موفقة إن شاء الله ومرحبا بك. شكرا لك. اليوم غادي نتكلموا على التغذية والاكتئاب. أسماء, كنسمعوا بزاف باللي كاينه واحد العلاقة وطيدة بين الحالة يعني النفسية والتغذية. التغذية هل تؤثر حقا في مرضى الاكتئاب؟ يعني واش ممكن تساعدهم على تخطي هذه المرحلة النفسية؟ والتغذية واش كتساهم كذلك في الإصابة بالاكتئاب؟ شوفي, مرض الاكتئاب هو واحد المرض نفسي, وهنا كنتكلموا على الاكتئاب يعني ملي كيكون الطبيب يعني شخصه كحالة ديال الاكتئاب. ما كنتكلموش فقط غير على أن الإنسان مقلق شوية ولا مغير على شي حاجة. لا, ملي كيكون عندنا الاكتئاب كنلقاو من بين الاعراض حتى ديال الاكتئاب هو الانسان كيكون عنده عزوف على الاكل. نعم, الشهيه تتنقص. كذلك بعض المرات كنلقاو نقصان في الوزن شديد في الوزن. ولكن هذه ماشي قاعده. نعم, غير هي العلاقه كانت تبتاتها بعض الدراسات اللي تكلمت على نظام الحياة ولا الغذاء اللي كيكون داخل فيه النظام الغربي يعني لي فاست فود وغيره. كانوا لقاو في بعض الدراسات انهم تكونوا اكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب. في حين ان الناس اللي كيكون نظامهم الغذائي اقرب الى النظام الغذائي المتوسط كيكونوا ابعد للإصابة بالاكتئاب. نعم. 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 إذن الفاست فود أو لا الأكلات والوجبات السريعة كتساهم أكيد في التأثير على الحالة المزاجية ديالنا. كما كنقولوا دائما يعني ملي كناكلوا بزاف ديال المقليات, كناكلوا بزاف ديال الصلصات, بزاف ديال الأكلات الغير صحية, وما تيكونوا بنان وتعجبونا, ولكن راه تأثروا بواحد الشكل سلبي على الصحة ديالنا. فحتى النفسية كتأثر أسماء ملي كنبقاو ناكلوا هادشي يعني بشكل يومي. نعم, والتفسير ديال هادشي بدينا كنفهموه, ما تفهمش بصفه كامله, ولكن بدينا كنفهموا علاش الناس مثلا كيقدروا يكونوا معرض للاكتئاب, ناس لا. تخيلي ان حتى الجهاز الهضمي نوعيه البكتيريا والكمية البكتيريا الجيدة اللي كتكون فيه كتأثر على القابلية ديال الإصابة بالاكتئاب من عدم الإصابة به. فالناس اللي عندهم بكتيريا جيدة كيكون عاود عندهم صحة نفسية أفضل. يعني هادو الدراسات, يعني هادو بعض يعني النقاط اللي بدينا كنفهمو من خلالها هاد المشكل الإصابة بالاكتئاب. سكر أسماء, السكر وما أدراك ما السكر. هو شوفي, أنا السكر كيأثر على المزاج أكثر من أنه تعرف يأثر لأنه يصيب أوفيت. هو بطريقة غير مباشرة, لأن تكلمنا على الناس اللي كياخذوا الفاست فود. الناس اللي كياخذوا الفاست فود أرى بطريقة يعني غير مباشرة,
نعم، لان الفاست فود فيه سكر بزاف. صحيح، كيكون فيه سكر عاود الناس اللي تياكلوا الاغذيه اللي النظام الغذائي المتوسط والمتوازن بيكون سكر بزاف. وبالتالي هذا السكر اللي كيتكل بزاف في الانظمه الغربيه وحتى اللي ولات هنا كتاثر على الجهاز الهضمي وعلى البكتيريا، على نوعية البكتيريا اللي كتكون فيه. نعم. بكل بساطة، وهذا الشيء كيأثر على الإصابة بالاكتئاب من عدمه. وما ننساوش راه مشهر الاكتئاب عنده تدابهات التغذية هو سبب من الأسباب. نعم. هناك أسباب حتى وراثية كتكون حاضرة بقوة. كاين الناس يمكن ما عندها حتى واحد في العائلة تصاب بالاكتئاب ربما القريبة، ولكن كيتصاب. صحيح صحيح. العوامل تكون عديدة لهذا المشكل هذا. نعم، وإلا تكلمنا على التغذية اللي هو طبيعة الحال موضوعنا، يعني سوء التغذية تيتسبب من طبيعة الحال في يعني في التأثير على الجسم ديالنا، أنه ما يقومش بجميع العمليات اللي خصو يقوم بها بشكل طبيعي. فهنا فين كنقولوا بأن النمط العيش ديالنا كيلعب واحد الدور يعني كبير بزاف، من التغذية، من النوم ديالنا يعني مساعات مضبوطة ديال النوم، من النشاط البدني. لأن ملي تنقول النوم بعدا إلا قبطنا غير النوم هو بوحده، إلا كان عندنا اضطراب في النوم أكيد الحياة ديالنا كتخربق. الإنسان تينوض مريض، النفسية ديالك كتنوضي ما عارفاش مالك، وما كديريش داك كما تنقولوا داك الرابط ما بين يعني قلة النوم أو اضطراب النوم اللي تيكون عندك مثلا خلال الأسبوع مع الحالة المزاجية ديالك إلى غير ذلك. صحيح. ونقول لك مسألة أخرى، النوم لقوا أن الأمراض النفسية، الناس اللي كتصابوا بالأمراض النفسية هما ناس اللي في الأول لقوا صعوبة ومشاكل في النوم واللي استمرت معهم حتى أدت الإصابة بأمراض نفسية. ومن الاكتئاب أكيد أن النوم هو عامل ماشي غير ماجور، واحد العامل أساسي كبير. نعم. السلامة الجسدية والنفسية. يعني خاص يكون عندنا أوقات النوم مقدسة. ولا ما نهسناش خاصنا نحاولوا نديروا داك لو سومي ريباراتور، يعني النوم اللي كي تعويضي إلا بغينا نقولوا خلال اليوم، باش كنكونوا في منأى على المشاكل النفسية. فكما لاحظتي هي عوامل يعني مترابطة. نكمل لك بخصوص السكر. السكر يعني كي يعني التأثير السلبي ديالو كيكون لحظي بطريقة يعني مباشرة، بحيث أنه كيأثر على المزاج. علاش؟ لأن ملي كتاكل السكر كيعطيك واحد الانطباع بالفرح بالسعادة، راك مزيان. واحد الوقت كيطلع لنا الأنسولين باش كيهبط مستويات السكر، كيعاود يهبط. كتحس براسك اونيبوغليسيمي، هبط عندك السكر، كتحس بالتوتر. هاد الشيء كيوتر الجسم مرة أخرى. نعم. وكيأثر عليه. لان اذا هذيك غير سعاده لحظيه مؤقته، يعني ملي كناخذوا شي حاجه كيف ما قلتي لي فيها يعني واحد النسبه ديال السكريات، اكيد الجسم ديالنا كيتفاعل معها، لكن هي كما قلتي لحظات او ساعات مؤقته من الفرح الا بغينا نسميوها. صحيح من الفرح. ولكن كترجع لك باضعاف. يعني ملي كنحيدوا السكر مثلا، وهذا هو السؤال ديال واحد المستمعه اللي الان توصلت بها على الانستغرام، يعني ملي كنحيدوا السكر بشكل كلي اسماء، يعني واش الجسم ديالنا كيتفاعل بشكل سلبي في الـ في الـ في الـ الاسابيع الاولى؟ لا، شوفي، هو في الاسبوع الى حيدناه مره السكر ما خديناش نهائيا، ما كاينش حتى شي مشكل. هنا كنتكلموا على السكر الابيض. كنتكلموا على السكر الابيض. نعم نعم، السكر الابيض والمضاف وداك الشيء. هذا السؤال عرفتي كيتطرح بزاف، لان الناس كتخاف كتقول انا الا حبست السكر واش يوقع لي شي حاجه. حبستي السكر غترتاح، ما يوقع لك حتى حاجه خايبه. علاش؟ لان اصلا مصادر الطاقه اللي كناكلو خلال اليوم راه هي الاساسيه وهي الاصل. مثلا الخبز الكامل، بعض الفواكه، بعض الخضر اللي هي فيها طاقه، فهادشي كيكون كافي لينا
باش يعوضنا او لا يعطينا الطاقه اللازمه. هذاك السكر او الحلويات او لا باتيسري او لا هادو كلهم اليمون دو بليزير. شنو دو بليزير؟ هي ديال الفرحه ديال انك تفيت يعني يعني تحيي شي حفله شي مناسبه. يعني كيكون فين وفين من فتره لاخرى او لا تحلي باش تولي. تماما في هذا الاطار ماشي نظام غذائي يومي ديال اننا ناخذ السكر. علما انه في بعض الاحيان وعند بعض الاشخاص مثلا اللي تنكونوا محيدين لهم مثلا الخبز اوكي ومن حيدو الخبز لسبب او اخر سبب مرضي ولا حيدنا لاميدون كنقدروا نعطيوهم خلال نظام غذائي يومي نعطيوهم مثلا بعض الحلويات ولا بعض لاباتيسري اللي ما مصيباش بالطحين باش كنعوضوا لهم لابور كالوريك او لا كنعطيوهم الطاقه اللي غياكلوها النهار كامل او مثلا كتكون عندهم شهيه ضعيفه. هذوك هما الناس اللي كنقولوا لهم معليش غادي نعطيك مثلا واحد لاباتيسري تاكلها الوقيتة الفلانية مورا واحد الوجبة بهذه الطريقة بهذه الكمية لأن مثلا هذاك السيد راه الشهية ديالو كتكون ضعيفة وكيبقى يضعف لينا لأننا محيدين واحد النوعية معينة من الأكل فكنحاولوا نوازنوا ليه بإضافة واحد لاباتيسري ولكن ماشي بطريقة اعتباطية صافي غير سير كول. واخا هذه بعض الحالات وصافي اللي تنقدروا نعطيو فيها الحلويات بطريقة مدروسة إلا بغينا نقولوا. ولكن الحليمة راه التغذية السليمة المتوازنة والغنية بالخضار راه من بين الوسائل الحماية من الاكتئاب إلا بغينا نقولوا. هادشي ما نحتاجش حتى دراسات أخرى باش تبينوا. غالبا الناس اللي تياكلوا بطريقة صحية ما تيكونش عندهم هذا المشكل ديال الاكتئاب. حين غادي من خلال العمل اليومي الناس اللي ديبريسيف كتقلب لهم على الماكله كتلقى عندهم اضطرابات غذائيه. نعم لذلك خاص الانسان دائما يحافظ على اكل صحي متوازن. هذه دائما تنقولوها وكنعاود نقولوها لان التغذيه ديالنا صحيح هي المفتاح ديال الصحه ديالنا. هذاك الشيء اللي كندخلوا للجسم ديالنا اكيد تاثر علينا اما بشكل سلبي او لا ايجابي. فمن الافضل مستمعينا اننا دائما نحافظوا على التوازن ديالنا. صحيح كاين بزاف ديال المغريات هالمقليات هالسكريات هادشي كله بنين هادشي كله زوين ولكن على المدى البعيد كيتسبب في امراض مزمنه. كنوليو في الدوايات تنوليو غادي الاطباء جايين من عند الاطباء تنوليو في واحد نمط العيش اللي هو صعيب بزاف على الانسان. تنوليو هنا في الحرمان يعني تنوليو تنحيدو بزاف ديال الحويجات من الماكله ديالنا تنوليو تيخصنا الترويض تيخصنا طبيب ربما نفسي يعني بزاف ديال الحوايج. فلتفادي كل هذه المسائل الانسان يحافظ على الصحة ديالو ويتهلا في راسه لأن إلا ما تهليناش حنا في راسنا أكيد تا واحد ما غيديرها بلاصتنا.